نعود لنقاش ملف سد النهضة والمباحثات الجارية حوله مع ضيفنا من السودان وتحديدا من الخرطوم الصحفي المحلل السياسي محمد الشناوي. أهلا بك من جديد. أهلين، مرحبا سيد محمد. كنا نتحدث قبل قليل عن مباحثات كينشاسا المتعثرة والتي لم تتوصل إلى حل. نعم، يمكن يعني هذه الدولة هي يعني مختلفة تماما، لكن اللافت للنظر أن الأطراف الثلاثة متباعدة في المواقف، خاصة وأن أثيوبيا هي لا تزال متعنتة بموقفها، وهي لا تزال تطالب بالوساطة الأفريقية، وذلك لمبدأ الحلول الأفريقية للمشاكل، يعني حلول المشاكل الأفريقية. حتى الآن يعني يمكن القول أن المفاوضات هي وصلت لطريق مسدود بين الدول الثلاث. الخارجية السودانية يعني أكدت رفضت كل المقترحات التي تم طرحها الأثيوبية من السودان ومصر، وأيضا الخارجية السودانية قالت إن الدول الثلاث فشلت في التوصل إلى اتفاق وتوافق حول البيان الختامي، وما زالت حتى الآن المحاولات أو الاجتماعات مستمرة. الخارجية السودانية رأت إنه أيضا تحدثت لمصادر غير رسمية إنه أثيوبيا لا ترغب في التوصل إلى اتفاق ملزم حول سد النهضة، وتحاول يعني أن تنتهج سياسة الأمر الواقع، ولذلك أيضا الخارجية السودانية رأت أن موقف أثيوبيا متعنت وتماطل لكسب الزمن لتكملة بناء السد وملء والتشغيل. وبالتالي أفتكر أنه التباعد المواقف هو قد يزيد المشكلة يعني تعقيدا، خاصة وأنه هذه الوساطة هي يعني كانت حددت مواقيت للمفاوضات بين الدول، لكن الملاحظ انه لم يتم الالتزام في بالمواقيت في المفاوضات هناك، وحسب ما علمت ان المفاوضات كانت يعني محدده لها يومان، ولذلك جاء التمديد للاجتماعات ليوم اخر نسبه. نعم. سيد محمد، المواقف بين الدول الثلاث، وحتى هذه اللحظات يعني لم يتمكن الأطراف. نعم. من صياغة البيان الختامي. نعم سيد محمد، المعذرة على المقاطعة، فقط لننتقل إلى نقطة أخرى إن كنت تسمعني. بين تمسك السودان ومصر بالوساطة الرباعية ورفض إثيوبيا لذلك واقتراحها لمبدأ وجود مراقبين، ما مدى فعالية هذا الحل الذي تقترحه إثيوبيا؟ إثيوبيا هي يعني متمسكة بالوساطة الأفريقية، لكن الأمر يعني رفضه الجانبين السوداني والمصري. ويعني قبل لحظات كنت أتحدث مع أحد الخبراء عن أن أثيوبيا لماذا يعني تتمسك بهذا الموقف، وبرر أن أثيوبيا ترى أنه المشاكل الأفريقية يجب أن تحل أفريقيا، لكن السودان ومصر يتمسكون بالوساطة الممثلين في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، ولقناعتهم أن هذه المفاوضات بشكلها الحالي لا يمكن أن تفضي إلى نتيجة، بالنظر إلى المفاوضات السابقة التي يعني تعثرت دون اتفاق يرضي جميع الأطراف. زي ما مثل ما تحدثت لك يعني أن الخارجية السودانية أثيوبيا يعني تحدث عن أنها لا ترغب في التوصل إلى اتفاق ملزم، ورأت أن هذا الأمر هو مماطلة من الجانب الأثيوبي، وخاصة وأن أثيوبيا هي ماضية في عملية البناء، وحددت الفترة المقبلة تقريبا يوليو أنه عملية الملء الثاني ستبدأ، لكن السودان و مصر يرفضون هذا الأمر ويرأوا أنه لابد من التفاوض قبل عملية الملء الثانية. شكرا جزيلا لكم الصحفي والمحلل السياسي، المعذرة على المقاطعة مرة أخرى لضيق الوقت. الصحفي والمحلل السياسي محمد الشناوي حدثتنا عبر الهاتف من الخرطوم.